طيب وأفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء يا قتيل العداء يا مسلوب العمامة والردى يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء. يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: داووا مرضاكم بالصدقة. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. القضاء والقدر مفردتين طال الحديث والكلام فيهم عقائديا. لماذا؟ لأنهما يتمحوران حول أمور متضادة تأتي في ذهن الإنسان. كيف يمكن أن يكون هنالك مجال للاختيار عند الإنسان وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى موجود ليحكم عليه ويقضي عليه ويقدر له بعض أموره؟ كيف التوفيق بينهما، خصوصا وأنهما عند البعض أصبح كالشماعة؟ إذا فشل في جانب من جوانب حياته رمى هذا الفشل على القضاء والقدر. أحدهم يفشل في زواجه وعندما تسأله لماذا يقول قضاء وقدر.
يفشل في دراسته. لماذا؟ قضاء وقدر. عندما يحصل له أي شيء سيء في حياته ويكون هو السبب في حدوث هذا الأمر وتسأل لماذا حدث، يقول لك قضاء وقدر. هل هذا الكلام صحيح؟ عندما يعتضد بكون الإنسان محكوم عليه من عند الله سبحانه وتعالى والقضاء يحكم عليه أو لا؟ في كلام ثاني وفي توفيقات معينة، توفيقات بمعنى التوفيق بين الرأيين أو بين النظريتين، التوفيقات معينة ممكن أن توضح لنا ما هو مجال القدر وما هو مجال القضاء وما هو مجال القدر، وكيف أن الإنسان مع ذلك مختار ومع ذلك لديه حرية شخصية. طبعا قضية الحرية الشخصية والاختيار الإنسان سندعه للليلة التي نتكلم فيها عن حركية الإسلام في حياة الإنسان، ولكن في هذه الليلة احنا نحتاج جزء معين من هذا الفهم عشان يكون البحث متكامل. عندنا بعض تساؤلات إن شاء الله سوف نجيب عليها. هل فعلا كل ما يحصل بشكل سيء لحياتنا أو بشكل جيد في حياتنا هو قضاء وقدر؟ يعني أنا حينما أعيش 70 سنة هذا هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره لي من عين من عمر، وأنا عندما تزوج فلانة هذا ما قدره الله وقضاه لي، وعندما أوصل إلى هذا المستوى من النجاح هذا ما قدره الله سبحانه وتعالى لي، وفي بطريقة ثانية بنفس الطريقة إذا أنا فشل في زواجي من فلانة وأن عمري صار أقل وأن رزقي صار أقل وأن حياتي صارت فيها بعض الإشكالات هذا مما قدره الله سبحانه وتعالى لي. هذا راح نجاوب عنه. هل من الممكن أن يكون لنا دور في تغيير أقدارنا؟ يعني في مجال أن نغير قدري؟ الله سبحانه وتعالى قدر، قضى أمر، وهذا الأمر في مجال ولو بنسبة معينة ولو بقدر معين أننا أغير هذا القدر، أغير هذا القضاء، ممكن أو لا؟ هل للعلم كلام في هذا الجانب؟ يعني هذه القضية القضاء والقدر قضية بس دينية؟ لو لا، العلم له كلام في هذا الجانب، وأنه يثبت علميا أن ممكن للإنسان أن يغير قدره. هل هذا صحيح أو لا؟ وفي النهاية سوف نتكلم ما هو القضاء وما هو القدر من ناحية دينية. هذا المجمل المحاور اللي راح نتكلم فيها. أنا أطلب من الأخوة أنهم شوي يركزون وينتبهون لأن شوي الأمور تحتاج إلى انتباه. رقم واحد، هل كل ما يحصل لنا في حياتنا قضاء وقدر أم لا؟ صحيح، كل ما يحصل لنا في حياتنا قضاء وقدر، ولكن باب التغيير لهذا القضاء وباب التغيير لهذا القدر مفتوح. باب التغيير لهذا القضاء وباب التغيير لهذا القدر مفتوح. أنا قبل ما أروح أثبت هذا الكلام خلنا أعرف ليك القضاء والقدر بشكل مبسط جدا. شنو القضاء؟ شنو القدر؟ القضاء أيها الأحبة هو ما قضاه الله سبحانه وتعالى وأبرمه وحكم به على جنس الإنسان، مو على فرد من الأفراد، على جنس الإنسان. والقدر ما قدره الله سبحانه وتعالى إلى أفراد مختلفين من جنس الإنسان. يعني الله يحكم على جنس الإنسان أنه يفنى يموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس سوف تموت. هذا الله سبحانه وتعالى قضاه وأحكمه وحكم به على كل من يقع تحت عنوان إنسان. أنا إنسان، أنت إنسان، كل واحد في الشرق إنسان، اللي في الغرب إنسان، هذا محكوم عليه أنه يموت.
حكم أيضا الله سبحانه وتعالى على كل إنسان، قضى على كل إنسان أن يتعرض إلى المرض، أن يكون قابل للمرض، جسمه يقبل المرض. نعم، يمكن للإنسان أن يبتعد عن المرض، ونقول هذا الكلام، ممكن للإنسان أن يتقي المرض، لكن جسمه بما هو إنسان معرض إلى المرض. هذا من حكم الله وقضاء الله سبحانه وتعالى على الإنسان، هذا القضاء. القدر، القدر هو أن أقدر إلى أي من الإنسان، على فلان من الإنسان أنه يعيش 70 سنة، اثنين من الإنسان، فلان من الإنسان 60 سنة، فلان 70، هذا قدر. العمر، توزيع الأعمار، أقدار، توزيع الأرزاق، فلان غني، فلان أقل غنى، فلان فقير، أقدار. توفيق، أقدار. صحة، أقدار. هذه أقدار، وهذا هذا قدر، وهذا قضاء. هذا بشكل مبسط جدا الكلام. الآن هل ممكن، عقب ما فهمنا هذا الجانب، هل ممكن أن إحنا نساهم في تغيير أقدارنا أو لا؟ خلنا نتكلم في هذا الجانب بشكل علمي. في سنة 1938 كما أتذكر، يعني إن شاء الله هذا هو العام اللي صارت فيه هذه التجربة، قام فريق بحث ياباني بتصوير أفكار الإنسان، استغفر الله، خلنا أكون واضح، بتصوير الأفكار. شلون؟ جعلوا سمكة، أعطوها مادة مشعة، هذه المادة المشعة تتعرض إلى تصوير بكاميرات خاصة. جعلوا لهذه السمكة طعم أكل، هذه السمكة من رأت الطعم شافوا أن في مكان في دماغ السمكة يشع، ينير، هذا المكان عرفوا أنه هو المكان المسؤول عن الطعام، ولأنها تطلب الطعام كلما جاعت أو كلما رغبت في الطعام زاد إشعاع هذه المنطقة. هذه كانت البداية إلى سلسلة أبحاث مطولة مبتعدة، عرفوا من خلالها كيف تبدأ الفكرة في دماغ الإنسان. الآن كامل عنكم تصور إلى دماغ الإنسان، تصور لدماغ الإنسان شلون. عندنا دماغ الإنسان بهذه الطريقة، فصين، فص أيمن، فص أيسر، وقشرة خارجية مجعدة لتشوفها مثل اللوتات ملوتة هذه. في هذه القشرة الخارجية تحدث الأفكار، تتولد الأفكار. إحنا هم جو قالوا كذي، قالوا هذه الأفكار اللي تتولد في الدماغ ليها أثر على جسم الإنسان أو لا؟ شافوا أن هذه الأفكار فعلا ليها أثر على جسم الإنسان، يعني كلما كانت هذه الأفكار إيجابية كلما كان جسم الإنسان صحي، كلما كانت هذه الأفكار سلبية كلما انعكست هذه السلبية في الأفكار على جسم الإنسان. مؤدى هذا الكلام، مؤدى هذا الكلام أنه أفكارك تساوي صحتك، أفكارك تساوي صحتك. إذا كان الإنسان يفكر بطريقة سلبية، يعيش الخوف، القلق، التوتر، يعيش حالة من الاكتئاب، هذه الأفكار تنعكس على جسم الإنسان. لذلك أحد الكتاب يقول أن جسم الإنسان مسرح إلى حروب العقل، جسم الإنسان مسرح إلى حروب العقل. شنو قاعد يصير في الدماغ؟ شنو هو الأفكار اللي تروح وتجي؟ هذه لها انعكاس على جسم الإنسان، لها انعكاس على جسم الإنسان. إلى فترة معينة كانوا يعتقدون أن بعض الأمراض العضوية سببها عضوي أيضا، إلى أن جاءت هذه الاكتشافات التي وصلوا من خلالها إلى أن بعض الأمراض العضوية سببها مو عضوي، نفسي، سببها نفسي.
وكان أنا شايف دراسة من هذه النوعية أن 80% من أمراض القلب سببها نفسي. يعني شقد أنت ما تفكر، شقد أنت ما تفكر بطريقة إيجابية عكس إيجابيا على جسمك، شقد ما تفكر بطريقة سلبية عكس سلبيا على جسمك. لذلك الآن في نوعية من العلاج تعتمد على إدخال المريض في يعني حملات خيرية أو ما شابه، بحيث أنه يمارس نوع من العطاء، نوع من الخير، نوع من مساعدة الآخرين، لأنه راح ينعكس صحيا على صحته، جسميا على صحته. هذا اللي هذه المعادلة اللي تصير إلى جسم الإنسان. نسأل سؤال، إذا كانت هذه المعادلة مؤداها فكر بشكل إيجابي راح يصير النتيجة جسم صحي. ممكن أن احنا نقول أنه فكر بشكل إيجابي تصير الحياة كلها صحية؟ ممكن أو لا؟ إذا كان إذا فكرت أنا بشكل إيجابي راح ينعكس على صحيا على جسمي، نفسيا وصحيا على جسمي. هل إذا فكرت بشكل إيجابي راح يتغير مستقبلي؟ راح يتغير ما حولي؟ راح تتغير الأجواء اللي أنا أعيشها؟ الجواب هو نعم. الجواب هو نعم. الآن هم علميا يقولون أنه كلما فكر الإنسان بشكل إيجابي أصبحت حياته بمطلقها إيجابية، وكلما فكر بشكل سلبي أصبحت حياته سلبية. مو بس صحته، مو بس صحته، جميع ما يتعلق بحياته، يعني رزقه، إيه نعم، يصير رزقه سلبي إذا فكر بشكل سلبي، ينقص إذا فكر بشكل إيجابي يرتفع. مثلاً توفيقه، دراسته، كلها تحت هذا الجانب. فكر بشكل إيجابي، توفيقك يصير ممتاز، صحك يصير ممتازة، دراستك يصير ممتازة، وإلخ تجارتك يصير ممتازة، رزقك يصير ممتاز. لإيش؟ لأنك فكرت بشكل إيجابي. فكر بشكل سلبي، صحتك تنزل، تروح، توفيقك يروح، رزقك يروح، وإلخ. تعالوا أنتم تشوفوا هؤلاء الذين يعيشون بعض الأمراض المزمنة، ضغط، سكر، قلب، ما شابه، تشوف أن في مشكلة في طريقة تفكيرهم، وتشوف أنهم استسلموا إلى الوضع السلبي اللي هم فيه. احنا ابتدينا كلامنا بشنو؟ حديث اللي ابتدينا فيه، داووا مرضاكم بالصدق. كنت سابقا أفكر أنه داو مرضاكم بالصدقة يعني يعني أنت تعال صدق، إذا كان عندك مريض في البيت الصدق، والله سبحانه وتعالى ببركة هذه الصدقة يرزقه العافية. الآن الفكرة اختلفت، الآن اجعل المريض نفسه هو من يقوم بالصدقة، اجعل المريض هو نفسه من يقوم بالصدقة. اللي راح يحصله راح يشفى بشكل أسرع، راح يشفى بشكل أسرع، عقله وجسمه في تفاعل. العلماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون العقل والجسم يؤثر كل منهما في الآخر. جسمه راح يتفاعل ويا الحالة الروحية اللي هو يعيشها. لما واحد يصدق يحس بالراحة، يحس بالسعادة، يحس أنه أعطى، أنه فاد، أن له قيمة، وبالتالي هذا الشعور الإيجابي يأثر على جسم الإنسان، فيسعى فيصير يسعى إلى الصحة، إلى الشفاء بصورة أسرع، يسعى ويحصل على الشفاء بصورة أسرع. إذن إحنا نريد نقول شنو؟ أنه إذا كان هذا الأمر حقيقي وموجود في حياتنا، فأنا أقدر أغير واقع مالي، أقدر أغير قدري. هؤلاء اللي ما عرفوا أن الله سبحانه وتعالى قضاء وقدر ودين وكذا، يقولون أنه ممكن للواحد علميا ممكن أن كل واحد يغير قدره، وأن الإنسان إذا استسلم إلى قدره الملام الوحيد هو له، مو أحد غيره.
أنت استسلمت إلى هذا القدر، أنت استسلمت إلى هذه الحالة. إذا أردت أنك أنت تغير فعلا، غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك كامل. غير طريقة تفكيرك ينفتح أمامك كل شيء. نجي إلى قضية القضاء والقدر من ناحية دينية. هذا الكلام الآن لحين أثبتنا بشكل علمي، بعد في بشكل ديني مثبت، يعني الدين والعلم صادقين في هذا الجانب أو لا، في فرق، في موجود في فروق، إلا إحنا نؤمن به أن هذا الكلام صحيح. الدين يقول هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى في دائرة القضاء، في دائرة القضاء والقدر، أعطانا مساحة صغيرة فقط لا نستطيع أن نتحرك فيها، وهي أنه حكم علينا بالموت، حكم علينا أننا نحن قابلين للمرض، وحكم علينا أنه بدون التعلق فيه نحن ضعاف. وفي دائرة واسعة جدا جدا أعطانا مجال إلى الحركة، دائرة واسعة. فعلا الله سبحانه وتعالى قدر إلى فلان 50 سنة يعيش، لكن في إمكان فلان أنه يعمل بعض الأعمال اللي تخليه يصير عمره 70. قدر إليه أنه في زواجه يتزوج من فلانة اللي ممكن تصير بينهم مشاكل وكذا، لكن لو أنه قام ببعض الأعمال ممكن أن زواجه من فلانة يصير خالي من المشاكل. قدر له أنه يحصل على رزق معين بهذا المستوى، ممكن له، وجعل دائرة الإمكان مفتوحة في هذا الجانب، ممكن له أنه يقوم ببعض الأعمال اللي يخلي رزقه وفي هذا الجانب أوسع وأوسع وأوسع. ما علي إلا أنا أعرف شنه طريقة الله سبحانه وتعالى في التعامل مع الإنسان في قضية القضاء والقدر. القضاء والقدر دينيا حبايبي، لأنه فيه بعض أو يحتاج إلى توجه، إحنا لننصح فيه أنه ناخذ هذه المعلومات من أهل التخصص، وما نترك المجال إلى عقولنا تعبث بابنه يعني في هذا الجانب. أخذ المعلومة من أهل التخصص، إذا كان في إشكال يواجهك في قضية القضاء والقدر أخذه من أهل التخصص. الآن شنو الأمور اللي الله سبحانه وتعالى فتحها بالنسبة إلينا، أعطانا مفاتيحها وقال لنا إذا تعاملتون بها راح تتغير أقداركم. في كثير من الأمور، كثير، بس مجمل ذلك محطوط تحت عنوان البر، محطوط تحت عنوان البر. كلما زاد الإنسان في أعمال البر، كلما زاد الإنسان في أعمال البر زاد عمره، زاد خيره، أصبحت البركة موجودة في رزقه. فأنت تعال فكر، أعمال البر اللي ممكن أقوم بها ما هي؟ إحنا اللي ندعو إليه عادة إن أعمال البر، فكر في شيء من البر يدوم دائما. لذلك إحنا نركز على الصدقات والصدقات الجارية منها. تعال إلى قضية الصدقة، نشوف إن كثير من الروايات لما تجي تتكلم عن الصدقة آثار مالها غريبة جدا. ابتدأنا داووا أمرضاكم بالصدقة، يعني الصدقة لها أثر في صحة الإنسان. الصدقة تدفع 70 موتى من موت السوء، إذا ما حصل 70 موتى من موت السوء راح تندفع عني، راح تصير بعيدة عني. صدقة السر تطفئ غضب الرب، فأنا عندما أتصدق هم كذلك الله سبحانه وتعالى يرضى عني. هذه
الأعمال تزيد في عمر الإنسان، يعني شنو؟ يعني تغير قدره. تزيد في صحة الإنسان، يعني أصبح أكثر قوة. تزيد في رزق الإنسان، يعني تغير قدره في ناحية الرزق. يعني ممكن أن أنا أغير قدري، ممكن أن أنا أغير قدري. بعد أعمال المتعلقة بالأهل، بالعائلة، صلة الرحم، يخلونها تحت عنوان صلة الرحم. كلنا نعرف أن من يصل رحمه يكون هنالك لهذا العمل أثر على حياته، يطول عمره. يقولون يوم من الأيام كان واحد جالس ويا نبي الله داود، فزار ملك الموت، زار ملك الموت داود عليه السلام في حضور هذا الشخص. فأخذ ملك الموت يتأمل فلان، يتأمل يطالع ما شابه، إلى أن هذا مشى، هذا فلان قام ومشى. فقال له داود، يقول له ملك الموت، ليش قاعد تتأمله؟ فقال هذا منيته بعد أسبوع، بعد أسبوع أنا راح أقول روحه. فقال إليه روح خبره. أقول قال مو مشكلة يعني، بس هذا عقب أسبوع راح ينتهي عمره. بعد أسبوع مر، ما قبض الله روحه. أسبوعين، ثلاثة، سنة، سنتين. بعد سنتين قبض، مات. شاف داود عليه السلام ملك الموت، قال أنت مو قايل إلي أنه بعد أسبوع راح تقبض روحه؟ لماذا بعد سنتين قبضت روحه؟ شلون اللي صار؟ فقال إنه كان له رحم يصلها، وببركة صلته لرحمه زاد عمره سنتين. فعندنا بعض الأعمال اللي تزيد أعمارنا، اللي تغير أقدارنا. ففي إيدك حبيبي أنك أنت تغير قدرك، في إيدك أنك أنت تغير قدرك على مستوى أنك أنت تزيد عمرك. ممكن إذا كان ممكن أن أنا زيد عمري، بقية الأمور الثانية أقل في دائرة الأمكان. أن أزيد رزقي ممكن، بعد أن أزيد صحتي ممكن، كل هذا ممكن، لكن الأمر يتعلق بيك أنت، شنو تختار. أيضا من الأمور التي تنشر البركة في عمر الإنسان، في رزق الإنسان، زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولهذا العمل زيارة الإمام الحسين أثر بالغ جدا جدا جدا، غير طبيعي، غير طبيعي. الآن أنت تشوف ليلة القدر موجود زيارة الإمام الحسين، ليلة النصف من شعبان زيارة للإمام الحسين، ليلة العيد، يوم العيد زيارة للإمام الحسين، يوم ليلة المبعث زيارة للإمام الحسين. شو القضية في السالفة؟ ليش كلما كان هنالك حدث مهم، ليلة عبادية، صار هنالك زيارة مرتبطة بزيارة الإمام الحسين؟ أنا أقول لك ليش؟ لأن الإمام الحسين صاحب مشروع، الإمام الحسين صاحب مشروع، والله سبحانه وتعالى ما يريد إلى هذا المشروع أن ينتهي، أن يروح من الذهن، يقع في دائرة النسيان. لذلك دائما ما يجعل زيارة الإمام الحسين دائما مهما وجودة في حياة الإنسان. الآن هذه مثلا، هذه الأحداث والمناسبات متباعدة، ليلة الجمعة تشوف في زيارة للإمام الحسين مخصوصة. يجي واحد يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، يقول له أتزور الحسين عليه السلام؟ فيقول له سيدي ومولاي بيني وبينه شقة بعيدة، ما أقدر أوصل إليه، يعني بعيد عني. فقال له ما عليك إلا أن تركب على سطح دارك، تركب على سطح دارك وتتوجه إلى ناحية العراق، ثم تصيح صلى الله عليك يا أبا عبد الله،
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنت الآن كتبت من زوار الإمام الحسين، هذا الأمر تستطيع القيام به؟ أستطيع القيام به. زين شنو الأثر ماله؟ خلني أعطيك رواية ثانية. الإمام الصادق عليه السلام كان في طريق زيارته إلى الإمام الحسين زار أمير المؤمنين في النجف. حينما زار أمير المؤمنين التفت إلى أحد أصحابه وقال له: اذهب على طريق المسافرين، سوف تجد أحد المسافرين يأتي من بعيد، هيئة كذا وكذا، إذا حصلت عليه اجلب أريده. فذهب هذا الصاحب، جلس، وقف، انتصف النهار، تعب، قال ما حد جاء، أريد أرجع. يقول: لما أردت أن أرجع تراءى لي من بعيد أحد، قلت أنتظر. فعلا لما أن وصل إلي، وإلا هو بالهيئة اللي وصفها الإمام سلام الله عليه، فقلت له: سيدي يطلبك، تعال معي. فذهب معه، فما أن دخل على الإمام حتى وقف له الإمام الصادق عليه السلام واحتضنه، ثم أجلسه في جانبه، قال له: من أين أخي العرب؟ فقال له: من اليمن. فقال له: إلى أين؟ فقال: ذاهب إلى زيارة أبي عبد الله الحسين. هذا طالع من اليمن على جمال ورايح لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. فقال له: ما لزيارة الإمام الحسين عندكم؟ قال: تنشر البركة في الرزق والعمر، تنشر البركة في الرزق والعمر. فقال الإمام: هي كذلك يا أخي العرب، هي كذلك. أجيب لك بعد رواية ثانية تحث على زيارة الإمام الحسين وخصوصا مشيا. أنا أسأل يا أحبتي، شنو مسوي الإمام الحسين عليه السلام اللي يخلي مثل هذه الروايات ومثل هذه الأمور مرتبطة بزيارته فقط، بزيارته؟ من زار جدي الحسين الصادق عليه السلام يقول: ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسن، ووضع عنه بكل خطوة سيئة. هذا نوع من الزوار. نوع ثاني: من زار جدي الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، ووضع عنه 1000 سيئة، ورفعه في الجنان 1000 درجة. كل ذلك لزائر الإمام الحسين عليه السلام. رواية ثالثة: من زار جدي الحسين عارفا بحقه خرج كيوم ولدته أمه من ذنوبه. شنو مسوي أبو علي؟ ولما توصل عنده في ذلك المشهد، الله سبحانه وتعالى وضع الدعاء، جعل الدعاء تحت قبته مجاب، وجعل الشفاء في تربته. لكن إذا وصل تذكر كيف جلس الشمر على صدره، إذا وصلت تذكر كيف كانت زينب عليها السلام تسعى بينه وبين العباس، إذا وصلت تذكره وهو يحمل طفله الرضيع والسهم نابت في نحره، قد ذبح من الوريد إلى الوريد حق راسك المقطوع، يا الشمس للحشر ما ننسى مصابك والرز ننسى، وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا، وفت قلوبنا ونكس
وتقطيع جسمك بالفلا قطع معانا وخيل وطت جسمك على حر الوطي داست يا بن حيدر على قلوب المحبين وبقلوبنا تخليك عارب غير تكفين وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين ولا ينسى ركوب الوديع على مطي يا حسين كلنا نعتني لك كربلا نزوق بس ما نوصلكم وننظر ذيك القبور ندخل الحاير بالبواج ولطوم الصدور ونصيح مثل الجلاب لو فارق حمير ونشوف عد رجلك علي يا حسين مدفوع وتهيج زفرتنا ويقرح ماي لعيون ونتذكر وقوفك عليه بقلب محزون محني الظهر وصيح يا ابني قطعت بيه وبعد الزيارة تروح للحاير الشيع ومن مشهدك تطلع وتقصد للشريع زور القمر الازهار ابو جفوف القطيع شيال رايتكم وسور الهاش أسألك اللهم وندعوك بحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا سهل مطالبنا اقضي حوائجنا فك قيد أسرى أنا أرجع مقتربينا شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن أوصونا بالدعاء اللهم شافيهم بشفائك وداويهم بدوائك والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.